يا رب أبلغ صدوركم سعادة وفرح، كل إنسان له طريق يفرح فيه، صح ولا لا؟ في نفس يفرح بالمعاصي، شاف ربهم جدك، شاف قرة العين نوال أزلت صورة على أخذ الشوارع النار مرة، والله يرجع. هذه مقدمة بس. طالع من صلاة الفجر عام 1418 هجري، أظن قبل الماضي يفرجون، أظن بعضكم فكرة ذيك اليوم لسه فكرة برسالة هسه، طالع من صلاة الفجر إجازة ذيك اليوم، ولا والله معي لبس حمارة، وأنا طالع من المسجد البيت إلا من الحلال عرضية على يمين وافتح الباب، أبو محمد اذبحنا الولد، اذبحنا الحب، قال اذبحنا الحب، أناظر ولا ولد والله مزيون، عمره 16، عيونه خضر، البشرة بيضاء، الجسم مليان، أنا قلت لك يدعي أحد اللاعب، نبي نفزع، قول بعض أحب واحد، قلت أنت تحب واحد؟ والله يا جماعة قسم بالله، إذا أنت تحب واحد قال والله يا أبو عمر، بس يوم شفته قبل شوي اللي ساح من جنبه لوكس على أربع براميل زبالة، شوف من جنبه صاير، فرح يا مشاه، من قوة الفرحة سحب على جنبه لوكس، فأقول بعض الناس يفرح بالمعاصي، مثل على أبيض لما يشوف البياع. قبل أيام عند الدكتور سيد خروب استشاري الطب النفسي في التعليم النفسي في بريده معالج الادمان، قلت يا دكتور اسلم والله يا اخوان عندنا واحد بلقصيم، مو بريده بلقصيم، مكمل بي ام 2012 470 لارج، من يدري بكم؟ كم توقع قيمته؟ بي ام لارج 470 745 لارج، كم توقع قيمته؟ يحلف بالله انه ب 400,000 ومعطيها لاخوها المدمن هديه، مسلمها هديه شاريها ب 420,000 مسلمها هديه لاخوها المدمن، والله يا اخوان المبادر فيها بكيلو اخوه، كم الكيلو يا جماعه؟ واحد شاري شيء اليوم؟ سب؟ جديد؟ لا جديد. أبو حنان كيلو السيجارة كم يصل اليوم؟ كيلو 12. لا قديمة ذا وقت ذا. لا بس 17 اليوم 17. أوه ارتفاع. تخيل يا شيخ. يعني هو. أنا قلت للدكتور والله يا رجال قلت يا دكتور معقولة؟ بي ام 420,000 يعطيها مقابل كيلو سيجارة ب 17,000. شو رد علي الدكتور؟ والله العظيم قال ما جابوا كذا، قال ابو عمر ابن عمي، قال في ناس تبيع عرضها بسيجاره، تبيع عرضها بسيجاره، يعني البياع نفسه يسلم نفسه اعزكم الله مقابل سيجاره واحده بس، فمتى بيجي يسلم فلوس؟ فاقول بعض الناس يفرح بالمعاصي والطيبين شواكم، يفرح بعض الله، الله يزيدكم 16. فأقول شلون أنا وأتمنى أني أوصل فرحة بقلوبكم بطاعة الله عز وجل، لذلك قال الله تعالى قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون، والله لو تأخذ الدنيا كلها شلون أقول لك؟ شلون أجيب راسي شيء؟ بس أترك تكفى أنا أستاذ رجل وحنان حليم دبل الجوا بس مشغول. تشوفون ملكات جمال العالم ما شفتونه انتم ان شاء الله سمعت ان شاء الله من يغض بصره. شفتوا الجمال في الدنيا كله؟ والله ما يسوى نظرة من شفة كوري. خير مما يجمعون، لو صفيت حريم الدنيا كلها وناظرت جميلة العالم كله، نظرة واحدة بس الحجاج الحورية هذا اللي حاجم. نظر الحجاب الحورية ينسيك حريم الدنيا كلها. قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. لا
لما يجيك مثلا فلبيني ولا صيني هم يسمونه احسن ناس يلبس بالخدمه بالمطاعم ولا بالفنادق يجيك لابس هذيك كذا مربع ها وابيض وبنطلون وحمل شيء كذا وفوطه هنا يقدم لك خدمه طبيعه انك تكون دائما اجمل من شرق اسيا. لما يجيك الغلمان المخلب ايش رايك؟ واحد منهم بس كانهم يصفهم الغلمان يطوف عليهم ولدان مخلدون اذا رايتهم حسبتهم ما اشكال بشريه يا شيخ اشكال لؤلؤ. تخيل لؤلؤ يمشي جاي يلمك وفرحين ومبسوطين ويستبشر انك تطمن شيء مزيون وسيم جميل معطيها الله تعالى طهاره قلب وطهاره جسد وانت بطهر قلبك لا تفكر النظر الخسيس. لا يا شيخ اتق الله لا هناك ما فيه اي شيء خسيس تطلع من قلبك يعني حب المردارب لا بس يعني بعض اسمه لك المهالي بطلع بدخل شوي بعض الناس لما تقول ودنا المخل يقولوا فهمتوا؟ لا الغريزه هذه بس بالدنيا غريزه حب الخراب الشين هذا عزكم الله اللواط بس بالدنيا هناك بالدنيا بالاخره ما عندك الحاجات الخسيسه هذه ما في حسد ما في غل ما في حب اي خراب. فاقول هناك بتشوف الفرح شلون افرح الطاعه هنا تبي تبسطك الطاعه وين؟ تبي تخليك تشرب شراب بالجنه من المقدمه لك ما بعرمجي يصب لك خرش وبدون خرش بعد يعرفون خرش؟ يعرفون خرش معقوله لا معقوله لا معقوله مرتقين ولا شوي يعني تعرفوا؟ يعطيك يصب لهم عرق تعرفون عرق بعد؟ ما معقوله وطني صنع محليه يعني خمر حتى خمر حتى مصنع خارجيا سكواتش ما سكواتش يسمونه بلاك وفودكا وردنيب وما اسمع لكن هو ايش؟ سؤال يا جماعه عمركم ممن ينظر الافلام الاجنبيه عمر شفت واحد يشرب خمر يقول في كذا؟ لا وهو من بديد امه بطن امه طلع بطن امه يشرب الخمر عمره 60 سنه من عمره بلغ وهو يشرب خمر لكن ما زال الشراب مر ربع مبيته لكن خمر الجنه شرب الجنه ومن يقدمه لك؟ يا الله يعني هم الغلمان المخلدون اللي بيجيبونه لك والحريه اللي بيقدموه لك يقول الحارث بن اسد المحاسب رحمه الله يقول كيف بك اذا قدمت لك الحوريه كاس الخمر ايهما الذي سوف يسلم لبك بياض كفه ولا بياض الخاتم ولا بياض الكاس ولا بياض الشراب؟ كل واحد احلى من الثاني واشرب على كيفك كاس خمر لذه للشاربين يقول الله تعالى. فنفرح بطاعه الله عز وجل ليش؟ لان نرجو ان توصلنا هذه اللذه هذه الطاعه الى ما نرجو عند الله سبحانه وتعالى قبل ذلك وصلنا قبل ان تصل الى الجنه تصل الى رضوان الله قال تعالى والرضوان من الله اكبر من الجنه وما فيها نعيم قصور حور دور انهار اطيار اثمار اشجار كل شيء فيها لكن رضا الله اكبر من الجنه وما فيها. استلمت؟ عاد انا قايل عندي مقدمه في مدح الله عز وجل سبحانه وتعالى سبحان خالق الملا وفوق عرشه على لا يوصف الكيف ولا يشبه بالمخلوقات من خلقه السماء والارض والهواء هذا البحر والماء تنطق بالتسبيحات كل الخلق له سجد وبالتوحيد قد شهد سبح بحمده الرعد صدقنا ما في الآيات يا مذنبا قد اقترف اخضع له كمعترف من كل ذنب قد سلف مستمطر العبارات اسجد سجود الذليل ونحك نوح العليل وقل له يا جليل اصفح يد المكرمات يا ربي ذي دموعي هذا فقري وجوعي والخوف في ضلوعي
عندنا إلا خضوع بين يدي الله في الدنيا، بين يدي الله انكسار، افتقار، ضعف بين يدي الله. لكن ليش؟ إذا حفظت مقام العبودية في الدنيا لله، واستعدت الله يوم القيامة. إذا حفظت مقام عبودية، أصبحت عبد ذليل لله تعالى، خاشع باكي لله عز وجل، سوي بك يوم القيامة أبو حنان خليك. فإذا رأيت ثم رأيت نعيما، يعني أنت ملك يوم القيامة، يجعلك الله ملك على قصورك كلها، تكبر على كيفك بالجنة. البس، تحب تلبس طويل بالجنة، البس طول ثوبك يا شيخ، لما تقول بس البس اللي تبي وامش معاه. شوف أي وحدة احذر، التحذير من أبو حنان وأنا بعد، احذر تغض طرفك بالجنة، تبقى وضيع اللي مو فيه. ايوه بالدنيا معمول بغض البصر صح؟ بالدنيا تمشي كذا، بالاخر كذا، هلا ما انا اقول لك ما انتم عليها هيك اصلا، احنا بالجنة يعني، هلا بهالحلوان، انت يا ابعد وانتم كلكم مكرهين، تجيلكم، الاخيرة اللي قاعدة في اخر القصر هناك، لا حمال لا، ايوه ممكن تجيني شوي، لا تغض بصرك بالجنة ابد. لا مبدون نظرات، قال عليه الصلاة والسلام والذي نفسي بيده، إن أدنى أهل الجنة من ينظر في ملك مسيرة 2000 عام، يرى أقصى كما يرى أدناه. صح ولا لا؟ حسن البيان رحمه الله، يشوف آخر بقعة في قصر. فعشان كذا نقول نريد أن نفرح، نريد أن نتكلم بدين الله تعالى، عن طاعة الله، عن روحنا وصدقين، لأن موعدين خير. يا شيخ يا شيخ، أنت عبد لمن؟ لله عز وجل. ما يكفيك فخر هذا؟ النصارى يعبدون عيسى، يعبدون آدمي، اليهود يعبدون عزير، آدمي مثلهم، القدس يعبدون. راح تبدأ باليوتيوب راح تشوف وش يعبدون القدس، يعبدون في غار، قسم بالله في غار، من شافك يرفع يده، يعني خذ لك جمله وروح بعينيه، ما يباع مجنون يحكي بالرب، يدخل الفار ويرقى فوق ويحول وياكل، يعطون الاحصان الطعام، فار العمر عندي يقول عسى الفار ما مقدار، هذا مالك نادم يا النبي. ويعبدون البقر ويعبدون، لكن انت تعبد من؟ جل جلاله. تعبد بس انك تفهم شيء يا شيخ، انك تعبد من عظمته سبحانه وتعالى، يتكلم عن اشياء ما هي بعقول البشر، يتكلم عن اشياء ما يعرفونها البشر، يتكلم عن بدء خلق السماوات والارض، من يحكيك عن هذا؟ علماء الجيولوجيا والاركيولوجيا والانثروبولوجيا والفسيولوجيا، كل دول يقولون الان، يقولون كيف بدات الكره، انفجارات وما، لا يا شيخ ليه كذا؟ قل إنكم لتكفرون بالذي خلق الأرض في يومين وتجعلون له أندادا ذلك رب العالمين وجعل فيها رواسي من فوقها وبارك فيها وقدر فيها أقواتها في 4 أيام سواء للسائلين ثم استوى إلى السماء وهي دخان فقال لها وللأرض ائتيا طوعا أو كرها قالتا أتينا طائعين فقضاهن 7 سماوات في يومين وأوحى في كل سماء أمرها وزينا السماء الدنيا بمصابيح وحفظا ذلك تقدير العزيز العليم. أنت عمي معلومات فوق معايرات فوق عقول البشر يثبت عظمته في كتابه سبحانه وتعالى ولا ينسى شيء وما كان ربك نسيا احصى كل شيء من اصغر ذره الى اكبر مجره ان الله خالق الحب والنوى حبه صغيره تحت الارض الله تعالى يخلق عز وجل وش بعد يطلع بك الى السماوات فالق الاصباح جعل الليل سكنا والشمس والقمر حسبانا ذلك
ينحرف عن عبادة الله تعالى وين راح؟ راح يعبد رجل عادي بميت من قبل. يا حسين يا ولي يا زيد يا حسن يا زينب ليش؟ سبحان الله العظيم. ونحن وإياكم بديم الله تعالى على عبادة من؟ الذي قال في كتابه، شوف يا شيخ، جميع الأسئلة بالقرآن الإجابة قل يسألونك عن المحيط، الإجابة قل هو أذى. يسألونك ماذا ينفقون، الإجابة قل ما أنفقتم من خير فللوالدين والأقربين. يسألونك عن الأهلة، الإجابة قل هي مواقيت للناس والحج. يسألونك عن اليتامى، الإجابة واسطة، لازم واسطة بين محمد صلى الله عليه وسلم. قل يسألونك عن الخمر والأمر والميسر، قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس. لكن لما جاء السؤال عن الله تعالى، وإذا سألك عبادي عني قال قل، قال علمهم. وإذا سألك عبادي عني، هو استجاب عز وجل، هو تولى الإجابة. فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان، فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. ما بينك وبين الله واسطة. هذا اللي يفرح بعبادة سبحانه وتعالى، هذا اللي يقول ايش؟ انا عبد لله. ومما زادني فخرا وتيها وكدت باخمص الاطى والثريا دخولي تحت قولك يا عبادي وان صيرت احمد لي نبيا. ما هو فخر يا جماعه؟ هذا فخر لك عن يوم القيامه. خليكم معي يا جماعه، يوم القيامه يقول الله تعالى من كان يعبد شيء يتبعه. هل يعبدون الجن؟ والله من هو له؟ إلا النار، سلم النار. اللي يعبد العزى يعبد عيسى النصارى يروح للنار عيسى؟ لا، يصور شيطان على صورة عيسى عليه السلام الذي عمرهم بعبادة عيسى ثم يلحقونه إلى النار. أما عيسى إن الذين سبقت لهم منا الحسنى أولئك عنها مبعدون لا يسمعون حسيسها وهم في مشاكل سبحانه. فأحلى أحلى شيء في الحياة وأجمل شيء في الحياة توحيد الله عز وجل. الموحد دائما قلبه مع الله. وينك وين الله؟ فوق فوق، صح ولا لا؟ قال لك ايش؟ قال لي يتعلق قلبه بالله تعالى مثل الطائر. يا اخوان احنا مثلا انت الصقر مثلا، صقر دام واقع بالارض وبدا يخاف يستلف، صح ولا لا؟ لكن لو طافوا لا ارتفع 20,000 قدم حتى بعد ما يحببوا كذا. والله معي مرضى احد الشباب في الاخير بوه فقدت رمي معه سوبر اللي يحط بها خزان 9 طلقات كيف يصيح بيحب اكثر يموت جسمه كرم ولا قاعد له تقريبا 4 شهور ما صار شيء. وراح يقول كريم والله ما لقيت شيء ابو عمر ما لقيت على الجنين تبي فوق ابد طاح 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 والله نواس وفضي الخزان طاح 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 اسمع ضربه بصدره يقول يا رب قبل ما ارجع امشي قد حسن فالطائر اذا طار فوق كل ما ارتفع كل ما قل خوفه من المخلوق وكل ما اطمأن ما اصبح لا يبالي لحد شيء. فهكذا قلبك ولله المثل الأعلى، كل ما ارتفع إلى الله عز وجل. الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله وكفى بالله حسيبا. أو أجمل ما في الحياة أن تكون موحد. جاك مرضك الحمد لله، جاك فلوس الحمد لله، جاك مشكلة إنا لله وإلا إليه راجعون. يعني مستحيل تضيق صدر المؤمن، والله مستحيل تضيق صدر المؤمن. حتى لو ضاق صدره على أحوال المسلمين زي ما يحدث الأخوان بالشام من زين تحزن قلوبنا لما يحدث لهم، لكن حزنك هذا ترجو أن يرحمك الله ويسلمه لأنك حملت هم المسلمين. سؤال يا جماعة الخير، هذا المؤمن يضيق صدره؟ مستحيل. لكن تعال شوف اللي مع المخلوقات يوم ما يرفس على فلان
ولا حب بلانه ولا على مدار الامور الدنيا ولا كذا، اي شيء فارقه دائم حزين دائم مهموم. لكن اجمل ما بالحياه توحيد الله عز وجل. الثانيه الطاعه جميله، بس وشلون تطيع الله وانت مستانس يا اخوان؟ انا شنو بنقول؟ شنو واحد بس يقول مريح ولا مو مريح؟ مو مريح، ليش؟ ما اعترفوا. لكن شو كذا؟ صح ولا يا رجال؟ اي لا تجيب المحاضره ما تعب، هكذا الدين بعض الناس ماسك الدين مع الطرف فما تعبوا. تعبني يا شيخ، واحة وصلاة وزكاة وحج، واحة حرمانين يا شيخ. هل يا يحيى خذ الكتاب بقوة خلاص ما يتعبك الكتاب. ما يتعبك الدين، بس بعض الناس أخذ الشيء على كيفه، يبني الدين اللي يصلح له، فما تعبه تعبان. تجده أذن يا شيخ تو رقاب لسه. بعض المكاتب المحلات، يا أخي خلاص أذن، قول المسجد، لا قول المسجد، تم الأقام جميعا. ولا قام تو مقيم يطول، ولا تترك على ولا درس من شوي، الركعة الثانية نضحك عليه، لازم تترك على الثانية وانت توضا. هم اللي مع التسليمة الأخيرة وأول من يطلع من المسجد هو. التسليم السلام عليكم ورحمة الله الأولى يمين، والثانية عند الباب. ومن الناس من يعبد الله على حرف، فإذا أصابه خير أطمن يوسف تسعة في الصوت تجيب حلو، إجابة الله في الصوت وزينة، لكن أصابه فتنة انقلب على وجهه خسر الدنيا والآخرة. فنقول يا جماعة الخير جمل الدين بأنك تأخذ صح. يا رجال لو واحد نفسه خطوبه بالشارع وماسكه بيده ما يتعب، لكن البسه لباس التقوى ذلك خير. المس الدين يجعل حياتك دين. والله لكن صرت على كتوفك صرت خفيف وثقيله. فنقول يا جماعه الخير دائما اجعل الدين حلو عندك، لا تجي خاص للدين يا شيخ. تخيل يا اخي يصلي يصلي مباص وابوه يمشي وابوه معه المسجد مع الاقامه جاي الله اكبر صلى الله عليه وسلم. الله اكبر قبل يركع الامام راكع وهاجم البوس. تفضل يا شباب صار وانت فرحان، ادخل المسجد فرحان، حتى لو جيت مع الاقامه خل بس خليك فرحان. الله افرح ان الله موجود قدامه. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. يا شيخ مبسوط انت، انت مبسوط. من احب لقاء الله احب الله لقاء. وجلسوا بالمسجد نطلع والناس يقعد يسبح ويهنن ويذكر الله، ومن كره لقاء الله سبحان الله كره الله لقاء. العبره بعموم اللفظ لكن في السبب. فنقول يا جماعه الخير يعني جمل طاعتك بحبها، لا تقبحها بكرهها. ندري ان نفسك ما تبي لكن اغصبها الله تعالى. اسلم الان يعني اذا كنت ما ترضي نفسك والشيطان يضيف عليك شوي وش صار الدعوه؟ صارت عباده مشروع لك. فهمتوا شيء انتم؟ ولا ولا يلا كذا ايش كنا نقول؟ ايوه شوف لا تعتقد انه لا ما راح تصير، لا تعتقد انه بيجي يوم من الايام يشيل الذاكره منك ويحط ذاكره مطوع ويحط ذاكره محمد عبيد، ولا يشيل المودم على مقام ويحط لك مودم صحة شيء، ولا حد الناس الصالحين لا ما تجي كذا. واما من خاف مقام ربه ونهى النفس، يعني ايش؟ يعني نفسك تهوى الخراب وتهوى انك ما تطيع الله، هذه نفسك، لكن لو اصبتها انت اصبحت بعد ذلك هي خلاص محبته ولذته بطاعه الله عز وجل. شوف بعض الشباب من اول تجي امام العقل ايوه. فاما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فان الجنه هي المأوى. نقول ايش؟ كم من الشباب عندنا من اول؟ والله يا اخوان اعرف رجل سووا لي شيء ست ايام سهران يحرس خوفه. سهران ما نام يا شيخ، والله يقول ما كان قسم بالله. والله
شخصيه اسلاميه دقون يعني يكتفون وجلدون وكفخون وارطبون عرفتوا؟ واجدعوه بدون تنميه وافتحوا الدش عليه يوم كامل يلا هبعت اعصابه. لكن لما هداه الله تعالى والله العظيم اجمع والذي انزل الماء من السماء انه اكثر ما يركز بدعوته لاصحاب العلاقات العشر. وهدى الله على يده شباب كثير بعد ما كان يبحث لما حب الله واتى الى الله تعالى فتح له الله الطريق. بصره حبيب وحنان اينك من الله مولانا؟ السقف الذي حاصل صح ولا جاء؟ لكن سيبها هذه من كبيرة لي صغيرة بس لما تقرمل عيونك أنت تغطي اللي قدامك. هكذا بعض الناس معصيته قريب صغير يغطي عنه كل شيء. حط الحمود حط الحمود قدام عينه ما يشوف إلا حمودي واللي ما يشوف إلا البنت واللي ما يشوف إلا السيجارة واللي ما يشوف إلا الأبيض واللي ما يشوف إلا الأغنية واللي ما يشوف إلا اللي هو يحب. يا أخي ابعدوا شوية الفجر حلف بالله ان امي تصلي. انت بتصلي الفجر
بعض يقول ركب معي تمشى. قال عبد الرحمن قد سب قال عطى ايش الله يكسرني. قلت له اللي بيني وبيني ثلاثية. قال كسرني. قلت له انا وعدي لك وفي بعد ثلاث ايام انا كسرني. قال على كيفك رحنا. يقول النفس لا تجمع نفس الشيء. اصياح امي وبنت رجعين صلاة الفجر. صليت الفجر ولا طلعت من المسجد. وصياح لما صلى الظهر. الغريب ما صلى احد الظهر معي. احد يجي معي جوا ما جا احد. ما ادري كم مسجدنا مو بجمع مو بجامع. والله الجمعة قسما بالله ما ادري كم مسجدنا مو بجامع. وين يا جماعة؟ يوم جوا عصر ما لكم اصلك الظهر. حصل ما شيء من دينه. قال انا مجيب مسجد الجامع اليوم. يقول يوم السبت انا اللي اخذ الاشرف وكسرهم واصبح من الدعاة الى الله عز وجل. جرب يا شيخ. هي مشكلة بعض الناس مسكينه ليس الذنب هذا مستحيل يطلبه. خلاص انت ما تعيش بدون الذنب هذا. لو ما تقدم هذا تبي تتعس حياتك لا والله يخص ابليس. فحياتك جميله بدون ذنب. سؤال يا جماعه الخير، سؤال لقلوب. لا تفكر بال لا تفكر بالسؤال الجواب. لا تفكر. لا تكفى ارجوك رجع. قولوا تم. تم. هالسؤال ده دخل قلبك. اخذ راسك. لان الراس فكره ممكن تروح لكن بالقلب احساس وشعور. سؤال لماذا حرم الله المعاصي؟ بغض لنا؟ غير اللي نستانس؟ سب؟ يعني ما نتعس بحياتنا. فلما انزل الله ابونا ادم قال فاما ياتينكم مني هدى فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى ومن اعرض عن ذكري فان له معيشه ضنكا ونحشره يوم القيامه اعمى. يعني اللي يطيع الله سليم. سؤال يا جماعه الخير كبرت انتحارات الان وانتحارات وما ادري كيف وصياح وضمي ومجالد ومهاوش ومضارب. المسجد فيه كذا. اكبر سؤال اكثر سؤال يمر اسال الشباب انا كل المحاضرات عمرك شفت مطوع يقول طفش؟ شفت مطوع زهقان يعني الحياه تفضى ما تسوى يا عمي بالله. الله ما خلاني اسمع ويهلل وماشي ما عندي بخلاف ويتمنى زود نفس بحياته. ليش؟ يتقرب من الله عز وجل. فالحياه جميله بطاعه الله، اجمل شيء بطاعه الله، لكن مشكلتنا يا اخوان؟ مشكلتنا ابليس يقلب الصوره الثانيه. ان الشيطان لكم عدو لا يغرنكم الشيطان. يغرك الشيطان يحاول يصور لك الحياه بطاعه الله تعالى تشدد وما ادريش بعد ايش وتفتفه وتعنت وتزمت. لا والله العظيم مبسوطين 24 جرام والله لا تحدى. والدليل يوم من الايام قبل تقريبا عام 1413 عام 1413 كنا بالرياض زرنا واحد علمان. اللي يقول لي ليش ما في رب ولا في شيء ولا في مجانين انتم تعالوا شوفوا العالم ما ادري كيف. والله يا اخوان قسما بالله العظيم انا عند قاعد بيت الازار والله يا ابو عمر لما هداه الله تعالى لو تشوف بطرته البيضاء والله تعصرها من الدنيا. انا حمار عايش بدون اعرف ربي كيف راحت حياتي كذا وزوجته فرنسيه يبكي بكى مرير انه كيف عاش على غير طاعة الله عز وجل. والله يا اخوان ما نزلنا واحد من هالطبقة هذه قبل عام 1421 او 22 هو عارف المطاوع اللي ينصحون صح؟ يقولون قد سويت وقد كتبت وقد قلت صح؟ لا احنا غير الموضوع بس هو ابن حلال رجل طيب قولوا نعم. خايف نتكلم استنى الموضوع وكذا وما ادري كيف ويجيب مواضيع وما ادري المهم لا قضت سالفته دخل بيتهم. احنا عندهم البيت هم لا منه جاب سالفه جديده على طول يستلمنا موضوع جديد.
واحد لا شاء الله لا لا شاء الله عليك لا اله الا انت صحيح والله العظيم ما في الشمس يلا ما يعطينا فرصه خايف نتكلم هو يوم جاء قدمنا والله يا اخوان الرجل هذا كان يعني معطيها الله وسلامه وشعره ناعم يقول كذا بشعره زي ما شاء الله فجلسنا نتعشى يقول كذا يلا اخواننا وياك كذا قال حق الاخوان معنا اسمه منصور عبد العزيز قال لي يا حق الجن ليه قال؟ إيه؟ دخلنا عن سنه النبي صلى الله عليه وسلم بالاكل ورحمته في تعامل مع اهله ومع الجيران ويقول يعني حاول يدعي خايف ما تجي النصيحه بس والله يا اخوان كان ركزنا على الموضوع هذا خلق محمد صلى الله عليه وسلم في الاكل والتعامل مع الجيران والله العظيم والله العظيم والله العظيم ماسك الشوكه بدا ينتفخ اشوفه انا يقول كذا اخيرا مو الشوكه والسكين ترى انا حمار انا حمار ليه ونزلت ترى انا ما اعرف عن النبي كذا انا ما اعرف عن محمد صلى الله عليه وسلم كذا انا خايف منكم لما دخلتم ليش الكلام هذا مخبى عني والله يا اخو مستلم عاد صار بدل الاكل فالناس تعرف بس مشكله الشيطان يصور للناس ان مطوع فكوك جاف وجلف وطبيعي وطبيعي يعني من كل باب يحاول يبعد لا بس اللي يحاول يخوفك من مطوع انه جاف وانه جلد وانه ما ادري كيف بس يا شيخ يا اخوان سؤال هل سمعت احد يتبسم قد محمد صلى الله عليه وسلم؟ سعيد
الآخرة، ولكن نعلم أن على شيء في الحياة طاعة الله تعالى، فأحب أن لا يفقدها في قبورها. جميلة الطاعة، بس اغصب نفسك عليها. النفس اشتقت خراب الناس، ما ضر الناس لأنفسكم. محمد صلى الله عليه وسلم يقول حديث خطبة الحاجة، قال إيش؟ إن الحمد لله، إيش بعد؟ نحمد. إن الحمد لله، يعني مع الحمد كل لله، وحنا نحمد ونستعين ونستغفر. ولا قال شيخ الإسلام رحمه الله الأعمال عملين، عمل الله وعمل عبد الله. أما عمل الله فلا يستحق عليه إلا الحمد الله عز وجل، لأن كل أعمال الله خير سبحانه وتعالى. وأما عمل عبد الله فينقسم إلى قسمين، عمل خير يستعين الله عليه، وعمل شر يستغفر الله منه. فقال إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من ايش؟ وشون انفسنا وسيئات اعمالنا. ما يضرك الا نفسك، لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت. يضرها المعصيه، يضرها الذنب. لها ما كسبت وعليها، مو ما كسبت، ما اكتسبت. نزود ندة حتى يتم فيها العقاب. يا جماعة أجمل شيء الله تعالى، وتبي تشوف نتيجته متى؟ في الدنيا قلنا والله يا أخوان أنا أسأله وأسأله. أوف اسمعني، أختم السؤال هذا. عمركم شفت واحد ضيق صدر من الطاعة؟ على أي نوع؟ حتى قال علي في مفزع مسلم: وددت أن أغزو في سبيل الله ثم أقتل، ثم أحيا، ثم أغزو، ثم أقتل، ثم أحيا، ثم أغزو، ثم أقتل. كم ثلاث مرات كل شيء بالدين زين، الصلاة زين، بر الوالدين زين، بس ما تبيها النفس. أوريك شلون؟ سؤال إخوان، لو تشوف واحد يقول: هل حياتي؟ هل عمري؟ سمي أمري يا حبيبتي، وه بس يا زين الصوت، بس أموت يا قلبي، آمن سمين. أجي أستخدم الليل والله لا جيري والسمي يمشي. مين كلم يعني؟ أسألكم بالله أصلاً. كم أمه؟ لا ما ضيعني. لا يقول: إيه استمين يا الله أخلصي، إيه هلا، وسرع أخلصي يا أخوي عزيز، أسبوع عندك ودي خلاص، ولا تكدين علينا خلاص. نكلم الحم ودمه اللي طلع منه، ليه دي كذا ودي كذا؟ لأن الشيطان ما يبي، والنفس ما تبي. النفس ما تبي، تبي الشر النفس، تبي الشر النفس، عمارة بالسوء النفس. سبحان الله العظيم. لكن أنت حاول، وإذا نجحت بهذه ابشر، والله ابشر يا شيخ، ابشر بالفرح بالدنيا والآخرة، والله أنت فرح بقبرك قسم بالله، حتى قبرك بيصير أوسع من الدنيا والدنيا. يبي يملى عليك خضار ورضيع وناس والحور يوزع عليك، ها مو هاي، هلا هلا سهلا. لا يوم القيامة، إيش رأيك؟ وين يروح؟ الناس بعرصة القيامة والحر والعرق واللي هنا والعرق اللي مغطيه وما أدري كيف، وعرصات ومشاكل وضيق، وذاك وين راح؟ من يدري؟ سب؟ مالك لواء، راح تحت ظل عرش الرحمة. ايش رايك؟ تبي تشوف؟ تخيل عم شفت القصور الفخمه هذه، حطوا فيها ثريات وديكورات وتكييف واجباس، ولا لا؟ هناك خير، ما لا عين رات ولا من سمعت ولا خطر على قلب بشر، تحت ظل عرش الرحمن. ما جاء للزحمه، ما راح مع الزحمه ابدا، من قبل ما راح. يا الله بعد الظل يا اخوان، يوم القيامة كم مقدار يوم القيامة؟ ها؟ 50,000 سنة صح؟ على الكافر 50,000 سنة كالوقت، وين في المؤمن؟
لك نحن صلي الظهر ورجعت كقدر صلاة المكتوبة صح على ذلك رحمه الله كان لك نحن صلي ورجعت يتصرف الله بالزمان عز وجل سبحانه وتعالى وصل محمد صلى الله عليه وسلم ليلة واحدة من مكة إلى بيت المقدس إلى السماوات عرج من السماء العلى أربع سماوات العلى إلى سدرة المنتهى ورجع وفراشه ما برد دفع الفراش موجود ربنا يتصرف بالزمان سبحانه وتعالى فجعل على الملك حسنات مكتوبة والحساب حسن عليه وقال لهم خزنتها سلام عليكم طبتم سلام ما في مشاكل طبتم ما في أمراض سلام عليكم طبتم فادخلوا تمشي تراب الزعفران حصبة الأرض حصبة للياقوت تلعب رجلك بالتراب تحرك الزعفران يطير على جنبك تلعب بالياقوت واللولو أحمر أبيض تمشي تتفرج ناظر لا إله إلا الله ملكه من هذا ملكه هذا من ملكه ماشي تعرف ملكك وين الحورية حقت واقف عند الباب من شدة شوق عينيك سؤال يا جماعة يعني شوف من شدة شوق عينيك واقفة عند الباب تنتظرك طيب إذا دخلش بتسوي فيه؟ يقول الحارث بن أسد المحاسب رحمه الله كيف بك إذا مستك مجمع سكتك أمسكت بك مجموعة من الحور العين فألقينك على ظهرك فمن واضعة فمها بفمك هذا شو تسوي؟ من واضعة صدرها بصدرك من واضعة كفها بكفك والباقي ينظر الدور إنها جميلة والله جميلة لا تبيعها بمقطع الله يرحم والديك لا تبيعها بظل يرحم أبوك لا تبيعها بنظرة لعمرد لا تبيعها بنظرة يا بنت اصبر اصبر صبر زين الصبر زين صح ابن مر لكن زين الصبر عكس علاجات مضمة يا شيخ عكس ندوية مضمة يا شيخ الحلال فلقل اصبر شوي ما تبع على خير ما تبع على كلمة تبي ولا كن فيها ولكم فيها يعني اللي تطلبون ما تدعون نزلا من غفور رحيم تمشي البخيل امشي البخيل افرح بالخير افرح باللي اعطاك الله الدين هذا اصبر صابر امسك امسك على روحك يا شيخ اهم شيء بالموضوع الاستقامه وش هي ليست كلمه ولا جرعه الاستقامة صحبة الاستقامة صحبة أهم شيء محمد صلى الله عليه وسلم ما سمى أتباعه طلبة علم ولا سماهم مشايخ ولا سماهم مستقيمين سماهم إيش صحابة لماذا صحيب محمد صلى الله عليه وسلم فتريد الثبات والاستقامة الصحبة الصالحة الصحبة الصالحة الدعوة إلى الله صحبة إصلاح الناس صحبة على موضع المنكر صحبة على العبادات صحبة أصحب الناس أصحب من تريد أن تتعثر بهم والآن مفتوح أي طلب بما أنكم زي ما طولت عليكم ودخلت بكم جوين زي يمين يسار أنتم مش تبغوا تدللوا بس إنها ليلة جميلة فوش تبغون تدللوا الله يسلمك أمر تبون تبون جودة تبون قصيدة تبون ايش تبون صبرهم واحمد مع السلامة سلطان عندها جميلة ها هل تاو لما اقدر الا بحنان تكون ابو حنان يستلم طلباتكم ويعطي لك الشيخ يقول لك اغسل الجودة كان مشهور طيب وين الاخبار وينكم؟ شوفوا قبل نختار الشيخ عشان نختم الغريب وعندي وحده جزيره عشان نبدا بذكر الذي من قدرته كنا رب خلق
بدم وتعابا للطاوع ابليس ترى انت يعذبنا ابعد عن ابليس ابعد عنه واصحابه اللي يصلي ترى صاحبي يهنا يا سعد اسعد عيني سجوده وسط محرابه سلامتكم سمع الله لنا حمده إنها جميلة ساعات قضيناها إنها جميلة كلمات سمعناها إنها جميلة الحياة مع الله إنها كل العبادات إنها لكن بس الشيخ يعني يقول سيدة يطلع شيء وشو جميل يعطيك إياه يعني كل القصد وشو أنك أن يقدم لك شيء جميل لأن الكلام جميل على الله والجلسة من الله جميلة والصبر من أجل الله جميل وثم تبي تنتقل إلى أجمل لأن هذه الدار الجنة هذه جنة المعرفة هناك جنة الزخرفة وجابن كلهم هذا الزخرف أبو عمر بس بينهن بينهن شيء واحد كرة الشيخ تو اللي يجيبه بعطي جائزة هذا بعطي جائزة جوال قال الصبر وجزاهم بما صبر فلذلك الآن شوف الآن كثيرين من يعرفهم أبو عمر ذكر ويسمع معنا بحد المجالس إخوان كانت حياتهم أفمن زين فمن زين له سوء عمله الآن استقام زين الآن صارت حياته جميلة حتى جماله انطبع على أولاده وعلى زوجه وعلى عمله وعلى 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 حتى الآن شوف دين ودنيا فأسأل الله أن ينفق له إياه بع واحد والله إخوان بيع حشيش شباب اي والله يا جماعه راح اصر يوم من الايام الساعه 11 و 12 بالليل يزورها ابي ابو عمر الحين قد سب المهم قال امي جايبه معك يزور الخير قال ابو عمر صبر يتبع لا فرق ما قال المهم استعناه سحبنا عليه السيفون الشاهد هذا وقال انا بعد توبتي وهذا الله تعالى والله يا اخوان مو بكره جاي قال ابو عمر اول ما طلعت للبيت والله العظيم بنتي الصغيره عمرها 6 سنوات كانت تقول ما لجنها اليوم انت يقول ما صليت عندهم ما بيت شيء مجرد رجعت البيت والله يا شيخ قسم بالله بنتي صغيرة عمرها 6 سنوات تقول ما أنت أهل الجنة اليوم إنها جميلة إذا أيها الأحبة لا يسمعنا في هذه ما تبيع شراء نعم ما عليك سبب نعم عزم تبيع شراء بس أخطأت خطأ كبير ولا تعود لي شراء مرة ثانية إيش الخطأ عزمت يوم الربوع أيوة الربوع زي الربوع الربوع وقت تصريف العالم تشكي مكبين فالمشكين جانا اسمع قصة عاد رسمت في أبيات تبون بلحم ولا باللحم لحم الربوع اليوم والليلة خميس قلت للبياع في لحن الأدب اقبض عشيك مندي لحم تيس هز راسه ايد حرك للشناب جنى يترنح حاله دردبيس انبسط يوم شاف في فستق وحب كان عندي 4 كل رئيس قبل ما يتوبون اجرام عجب قال انا ودي ابطل ذا الخسيس وطني او خارجي كلمه الخسيس وطني أو خارجي ما ينشرب كيف أبطل والفكوك أمره بليس لبدا من جسم الشي ينسحب قلت كم قبلك مرؤوس ورئيس بطلوا وتحملوا كل التعب قال أنا حولي مصنع تستسيس الكاتب والصواف ما يفكر منا يقترب قلت يا استعن بالله واستغفر وتب قبل يوم النزع للنفس النفيس تبدأ الأهوال تبدأ بالرعب إنها جميلة